ازيك يا شباب؟ النهارده هنكمل مع بعض بارت 2، هنا موضوع الجراف وازاي نرسم بلوت. يبقى عندي النقط دي، انت عارفين ان كل نقطة من دول اكس وواي اكس وواي اكس وواي، فانا بقى بجمع الاكسات كلها مع بعض في فيكتور والواي كلها مع بعض في فيكتور، وباجي عن طريق بلوت. الاكس ده بيمثل النقط اللي على المحور الهوريزونتال، الواي النقط اللي على المحور الفيرتيكال. طب ايه الجزء ده؟ الجزء ده بيمثل لي موضوع شكل الخط نفسه، يعني ما بين كل نقطة ونقطة اعمل ستارت، يعني 0 1 ده يبقى 0 مثلا هنا 1، فيبقى بينهم تقاطع، التقاطع ده اعمل ستار وانا يعني شكل الخط هنا. بس بيوضح لك المثال ده ازاي بترسم كذا كذا لاين او كذا جراف في نفس الفيجر نفسه. طيب هنا عندنا انا بقول اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2، كل اكس مع الواي بتاعتها. بس ركز، بس لو جينا ركزنا نلاقي ان نفس النقط واحد لكله. خلي بالك ان نفس النقط تبقى واحده، ما ينفعش الاكس يبقى عنده نقط مختلفه. نفس الكلام هنا برضو في نفس الفكره. ناسكم جربوا الكلام ده عشان تجربوا الاشكال بتاعت الخطوط. هنا بيتكلم عن حاجه اسمها الفيتنج. الفيتنج ايه؟ لو احنا جينا بصينا كده، دي نقط عادية. طب دي لو وصلت خط من بينهم بين النقط دي هيطلع بالشكل ده. طب ده انا لو عايز اجيب بقى اكبر خط مستقيم قريب للشكل ده بعمل حاجة اسمها فيتنج. يعني لو جينا بصينا هنا هنلاقي دي النقط بتاعتنا، لو انا وصلت خط مستقيم كده هلاقي ان ده بعيد عن ده وهكذا. لكن هلاحظ ان ايه؟ ان مفيش نقطة بعيدة قوي، يعني مفيش نقطة هنا، وده الدليل بتاعنا، ده الخط القديم. فعايزين نقول لك ان ال x y 2 اللي هو الخط اللي هو المستقيم ده اللي هو اكبر نقط، يعني فيها خط ما بين، بمعنى صح بيبقى البعد ما بين كل نقطه والتاني متساوي، او يعني مفيش حاجه بعيده وحاجه قريبه قوي.